شقه سوبر لوكس، تكييف وتليفون وتلفزيون ودش، كامله من المجاميع. الله حلو. طب وايه السلم ده يا عمهم؟ السلم ده بيطلع على الشقه اللي فوق بس عليها باب حديد، والشقه اللي فوق على فكره فاضيه، يعني لو اي حد فيكم عايزها انا تحت الامر. والشقه دي فيها كام تواليت؟ كام تواليت؟ مالك يا ابني؟ هتحتاج اكتر من واحد نعمل بيهم ايه؟ يا ابني انا كنت قاعد في فيلا فيها 5 تواليت. تلاقيهم كانوا بيعملوها في كابانيه واحد. كلام بيئه بقى، مش عايز بدل ما اعملها معاك والله. بس بقى عايزين نعرف احنا جايين نعمل ايه؟ ريح نفسك، الشقه دي فيها حمامين. كويس. رضا وعهد الله 100 100، ولو واحد حلو برضه. الشقه عجبانه يا عم يسري، وعايزين دلوقتي نقعد نمضي العجول. بس انا عايزك يعني تبقى حنين معانا شويه. عينيا عينيا للشباب. بقول لك يا مستر يسري. ايوه. واحنا طالعين يعني ما لقيناش بواب، هي العماره دي ما فيهاش بواب ولا ايه؟ لا 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 فيها، بس تلاقيه راح بس يجيب كده شويه حاجات للسكان. خد بالك احنا طلب. ما انا عارف. وجايين الشقه دي عشان نذاكر برواق. يعني ساعات بنروح نجيب مذكرات، ناس بتجيلنا، بنروح لناس، فهمني انت؟ طب بقول لك ايه يا عم يسري؟ انت راجل شكلك فهيم كده وشواف. بص يا برنس، احنا عندنا اخوات بنات زي اي حد. اكيد الناس دي هتيجي، حاجات طالعه، هم بيدونا حاجات، احنا برضو بنحتاج ناخد منهم حاجات. المهم مش عايزين اي عوائق في الطلعه والناس دي من البواب. ريح نفسك، عم حسنين راجل كبير، اول ما بيخش الليل عليه بيدخل اوضته وينام، والصبح بيتمشوا في طلبات السكان. وبعد كده يا سيدي بيظبطوه انتوا يعني. ماشي. لا مؤاخذه بقى بهوات، انا باخد شهر مقدم وشهر تامين. ما تقلقش من الموضوع ده. خد التبس ده من عندي، يلا. ظبط نفسك. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ وحشني قوي. وحشني يا حبيبي. عامل ايه؟ وحشني. ازيك يا حبيبي؟ حبيبة قلبي، حبيبة قلبي. ازيك يا امي؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ وحشتيني، مفتقدك قوي قوي قوي. ازيك يا حبيبي؟ تعال اتفضل. اتفضل اتفضل يا بابا. اتفضل. خش يا حبيبي، خش. ألف الحمد لله على السلامة. ليك وحشة يا ولد. وأنت كمان يا بابا والله. عامل إيه يا إيهاب من غيرنا؟ أهو وحيد طبعًا. ليه ما قلتليش اجي اخدكم المطار؟ ابوك يا سيدي مش عاوز يتعبك. معقوله اتعب وانا جاي لاغلى الناس؟ ربنا يسعدك يا ابني واشوفك دايما كده رب في اعلى المراكز. كل ده بفضل دعواتك وتشجيعك ليا. ده انا دعيت لك دعاء وانا في الكعبه يا ايهاب يا ابني، يا رب يجعله من حدك ومن نصيبك. بس ناقص حاجه واحده بس. فوزيه ما تدوريش وتلف على الواد، الواد عارف مين عروسته وامتى هيتجوزها ولا ايه يا ايهاب؟ بصراحه يا بابا انا ما بقتش افكر في الموضوع ده دلوقتي. خصوصا بعد ما اختلفت انا وسوها. يعني ما بقاش عندي رغبه لفكره الجواز. ليه يا ايهاب يا ابني؟ ده انا دعيت وانا في الكعبه ان ربنا يديني الصحه لحد ما اشيل ولادك. عمره مقبول ان شاء الله. هي اجازتك تنتهي امتى يا ايهاب؟ انا مسافر بكره واحتمال اغيب شويه. ياه بسرعه كده؟ طب استنى بس لما اطلع الكاميرا اللي انا جايبها مخصوص عشان اصورك بيها. اصلك لما تبعد عني يا ايهاب بحب دايما اشوفك قدامي كده وانت في اخر حلقاتك. اصلك بتوحشني قوي يا ايهاب. ازيك يا مينكو؟ ازيك عامله ايه؟ انا كويسه. قولي الجديد عندك؟ يا ابتديت اكتب شويه حاجات اهو يعني يا مسهل. طب كويس. انا عايزاك دايما نفسك تكون مفتوحه، على فكره ده هيفرق معاك كتير. مش عارف اقول لك ايه، بس يعني انا بجد نفسي اتفتحت قوي على الشغل، مش بس على الشغل، على الحياه كلها. طب ما تفتحهاش قبل تاخد برد. طب انا يزر جيت في وقت غير مناسب، معلش انا اسف. طب استنى بس، ما قلتليش ايه الجديد يعني؟ انا كتبت حاجه كده يا رب تعجبك. سمعني. بجد مالكش حق، اوعى تقولي لا. تهييس وهزار، كلام بطال، قشطه تمام، ده احلى كلام. تخش لي جد اقول لك لا. بجد بجد مالكش حق. تقول لي كورنيش سميت قراقيش اقول لك لا مالكش حق. اعيش في كافيه عاجبني يا بيه، تقول لي البيت اقول لك لا. بجد بجد مالكش حق، اوعى تقول لي لا. ايه حلو؟ حلوه بس عجبتني، هايله، جميله جدا وموت. وعلى فكره بقى ده اللي ماشي مع الشباب اليومين دول، ودي هتفرقع جامد قوي. بس عايز لها كده ملحن يعمل لها لحن مطرقه، وهجيب لها احسن موزع في مصر.
يعني بجد عجبتك؟ عجبتني؟ عجبتني ايه؟ عجبتني موت، لدرجة كمان الفلوس دي بقى من نصيبك، اهي طالعالك علشان انا هشتريها وادفع ثمنها دلوقتي، امسك. لا 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 لا، هدية، خديها هدية. هقبل هدية، بس برضه محدش يرفض ثمن ابداعه، والفلوس طعمها حلو. طيب ماشي يا ماما، رجعها لي. ليديز فيرست. اسم المكان؟ على فكرة أنا كلمت الناس في برنان الأمل معانا عشان تشتغل وتبدأ التدريب على طول. طب أبدأ التدريب ليه؟ ما اشتغل على طول، أنا مفلس يا سهان. يا حبيبي أولاً التدريب عشان تعرف أنت هتشتغل إيه، ثانياً أوعى تفتكر إن مهنة الصحافة دي أصلاً هتجيب لك فلوس. يبقى بلاها أحسن، أمال أشتغل ليه؟ بلاها تدريب وبلاها صحافة. خالد أنت محتاج فلوس؟ محتاج كام؟ لا متشكر، وبعدين يعني ما باخدش فلوس من حرمة، حتى لو أموت من الجوع. حرمة؟ طب يا اخوي انا غلطانة. ايوه غلطانة، ما تكررش الكلمة دي تاني. على فكرة انت دماغك متحجرة اساسا. بقول لك يا البنت دينا فين؟ مش عارفة، بقالي مدة ما اعرفش عنها حاجة. عمال اكلمها تليفونها مكفول. طب مين اللي يعرف اكلم مين؟ اكلم الواد ماجي. الو، يا خالد، ايه في ايه؟ في ايه؟ لا معرفش دينا فين، ومعرفش قافله تليفونها. ايوه معرفش انها قافله تليفونها، معرفش قافله ليه اصلا. يا عم اهدى شويه هتفتحه. يا عم شويه هتلاقيها بتكلمك. بقول لك ايه، انا مشغول دلوقتي، هكلمك تاني. يا ابني انا ما هاجرتش، ما انا قاعد اهو، ما انا هنا. طيب خلاص هخلص واجيلك. يلا سلام. ما تبقاش رزل بقى، ما تبقاش رزل يا تيت يا دي. سلام. ده صاحبك؟ اه. عايزك تعزم كل اصحابك يوم الخميس الجاي هنا على حفله عيد ميلادي. ايه ده، كل سنه وانت طيبه. شفتوا عمرو دياب هيعمل مسلسل جديد في رمضان اللي جاي وهياخد 40 مليون. ايه يا بنتي الاخبار القديمه دي؟ ده انا قريه من اسبوع. تعرفي بقى ان تامر هيعمل مسلسل ياخد 80 مليون جنيه؟ ايه ده؟ ايه الارقام المستفزه اللي انتوا بتقولوها دي؟ بس عمرو نجم كبير وهيكسر الدنيا. طب ما تموره كمان زيكي، كل الناس بتحبه، مفيش وجه مقارنه. شفتوا اللي حصل في الدويقه؟ صخره وقعت دمرت 8 بيوت، ناس ماتت وناس تحت الانقاض لحد دلوقتي ما يعرفوش عددهم. جرى ايه يا جماعه، احنا مش هنذاكر ولا ايه؟ انتوا نسيتوا ان احنا عندنا امتحانات؟ انا ذاكرت لحد دماغي ما قفلت. احنا لازم نشوف اللي بيحصل ده، ولازم يبقى لنا فيه موقف يا جماعه. ومين اللي معاك يا عشات يا سهام؟ عماد. يا ساتر، تحس ان هو بغبغان بيكرر كل كلمه بتقولها سهام. بصراحه بقى انا مع رانيا في اللي هي بتقوله. بيقول لك واحد صعيدي يسعى لواحد فيومي صوصو. ليه عندك طلبين يا نجمه النجوم؟ انت تمر. الطلب الاول انت تعمل لنا دويتو مع حجازي متجان. تضحك ليه انت؟ ويعني تعمل لنا كليب صعيدي، شكلك بالملس الاسود يبقى زي القمر. وبالملس الاسود. لا 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 لا، ايوه صح، انت كلامك مظبوط. وبعدين تمسكي بقى اللي بيسموها ايه، الزرعه وتمشي على الترعه بقى، ويبقى كليب مع حصان. اسمه البلاص يا بلاص. ده احنا دخلنا في موضوع البلاصين، سيب انت اللي هتكتب البلاص ده بقى يا حبيب. يكتب ايه؟ ده اللغه الثانيه عنده عربي وما عندوش لغه اولى اصلا. والنبي يا فنانتنا، انا كل صاحباتي بيحبوكي، ما لهمش سيره يا اختي غيرك في الكباريه. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا نصبر. هوبا. مش التخلف ولا ايه؟ لا لا عادي عادي. وبعدين ياسمين يعني نجمه وبتتعامل مع كل الاشكال. عمي شوي. فيري كول. ما قلتليش انت اسمك ايه؟ جهاد محمد علي الشحات، الشهيره بسوسو. سوسو. يا سلام. عارف واحد قوي يا جماعه، بس استنى ممكن تعالى يا ماجد اعرفك على منتج الالبوم الجديد بتاعك. الله 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 يبارك فيك. انت كلمتني نزل، ها الحاجات دي تتنزل. حبيبي حسام دي. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ماجد مؤلف اغاني، بس حاسه معانا انا هكون حاجه ثانيه خالص. علشان روحك شباب هتحققي معاها حاجات كتير قوي. خلي بالك من نجمتنا، لو كتبت حاجة وما عجبتهاش هزعل منك. الا انت صحيح عندك كام سنة دلوقتي يا ياسمينة؟ هو ده سؤال بقى بيتسال دلوقتي؟
تحب تشرب ايه؟ انا بشرب اخر الليل. طب ما تيجي نطفي الشمع بقى، يلا بينا. اعمل مكالمه وهصرف. طب يلا 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 يا جماعه. يا ابني النصابة يا ابني النصابة. ولا مكتوب على وشي هفا، يلا مكتوب على وشي هفا. لا تسرق بضاعة العمر، تسرق بضاعة العمر، بضاعة وش العمر يا ده كل اللي وراه واللي قدام يا. بص يا وعهد الله تقب وتغطس، يا تجيب الفلوس يا تجيب البضاعة، يا إما أقسم بالله العظيم رقبتك. أنت مش عايز تصدقني ليه يا طلعت؟ في إيه يا عم؟ حد كان قاطرني يا سيدي، ويظهر انهم كانوا مبلغين عني. اول ما طلعت على ناصية الشارع لقيت ثلاثة طلعوا عليا، كنت فاكرهم ناس عاديين، طلعوا مغبرين، والظابط كان واقف الناحية التانية. رميت البضاعة وجريت، ده فيها تأبيدة يا زميلي، يعني اضحي بحياتي عشان كام كيس حشيش؟ كام كيس حشيش؟ كام كيس حشيش يا غبي؟ انت شعامي ده كل ما عاملوك يا حيوان. بص يا وعهد الله يا اما تجيبوا حاجة يا اما تجيب الفلوس. في ايه يا عم؟ في ايه يا سيدي؟ في ايه يابا؟ هو انا هقف قدام البوليس كمان؟ تعالى اوديك للظابط اللي خد مني الحشيش. في حاجة يا حسونة؟ ماشي وعهد الله لو اوريك. ايه ده؟ ماشي وعهد الله لو تبعتلي منهم 18 نسخة لو اوريك برضه يا حسونة الكلب.